تبدو وظيفة أحلام للكثيرين، لكن قلة ممن اختاروها مهنة لهم أتقنوها. صحافة السفر الإلكترونية ترند حديث يلقى رواجاً بين عشاق المغامرة على مواقع التواصل الاجتماعي، التي أتاحت الفرصة للعديد منهم لإيجاد منصة لمشاركة تجربتهم مع العالم. رهم حرك، أول سعودية شكلت نموذجاً ناجحاً، سافرت إلى أكثر من 60 بلداً، وصلت إلى قمة إيفرست عام 2013، وخاضت نحو 14 تجربة تسلق جبال حول العالم، شاركتها مع أكثر من 70,000 من متابعيها على إنستغرام. وصولها إلى هذه المرحلة تطلب مجهوداً ضخماً وتحدياً صعباً. لم تمتلك مصدر دخل منتظم لمغامراتها في البداية، كل ما كان لديها هو الموبايل، تلتقط الصور وتشاركها مع الناس، إلا أن إيمان والدها بشغفها ساهم في دعمها مادياً. حظ كبير، وأشكر ربنا عليه كل يوم أني أهلي هم أهلي، عندهم حب وتفاهم، ومن جد احتووا شخصيتي بطريقة أنا محظوظة فيها، إصرار ومثابرة وحب للنجاح وعدم الخوف من الفشل، وصلت فين أنا اليوم. وحذرت من التوثيق المزيف على وسائل التواصل الاجتماعي وما له من تبعات سلبية على الناس، وأن تعرف أولاً ما هو الهدف الذي تسعى إليه من وراء توثيق تجاربك. أنا أول سعودية وصلت قمة إيفرست، بس أتمنى إني ما أكون الأخيرة. هذه كانت قمتي، إيش قمتكم؟ ومؤخراً بدأت رهب برنامج لفة المملكة على قناة MBC، الذي يهدف للتعرف على الأماكن السياحية حول السعودية. الإماراتية هنادي الهاشمي بدأت منذ 5 أعوام قصة شغفها مع رياضة التسلق، عندما قررت استكشاف الحياة خارج المدن الإماراتية. اتجهت إلى جبل جيس في رأس الخيمة، وزارت قرى مهجورة في وديان الجبل، وشاركت صور جولاتها مع الأصدقاء على حسابها بإنستغرام، وهكذا بدأت تجربتها في توثيق مغامراتها. تسلقت هنادي نحو 12 جبلاً، وصعدت إلى 5 من 7 أعلى قمم في العالم، وأسست مدونة إليفيشن لمشاركة تجاربها مع عشاق المغامرة. الفلسطيني نصير ياسين حول مسار حياته من وظيفة مرموقة في نيويورك إلى السفر في أنحاء العالم مع كاميرا وكمبيوتر، فأصبح أحد أكثر المدونين أهمية في الإنترنت. يتابع صفحته ناس ديلي قرابة 1,000,000 شخص، يعرض فيها تجاربه حول العالم أو قضايا يرغب في طرحها. يكمن سر تميزه في إنتاج فيديوهات لا تتجاوز الدقيقة. ليش دقيقة؟ لأنه أصحابي ما عندهنش وقت يحضروا فيديو اللي هو 10 دقائق. The Bucket List Family، عائلة أصبح كافة أفرادها من الأب حتى الرضيع صحفي السفر. تتكون العائلة الأمريكية، والتي يعني اسمها العائلة التي تعيش من أجل تحقيق أمنياتها، من 5 أفراد يبلغ عمر أصغرهم نحو 2. بدأت رحلتهم في أغسطس عام 2015، وسافروا إلى نحو 65 بلداً خلال 4 سنوات. بدأت فكرة السفر بعد أن نجح الأب ببيع تطبيق سكان إلى شركة سناب شات بقيمة 54 مليون دولار، وباع ما تبقى له من ممتلكاته واصطحب زوجته وطفلي في رحلة لمدة 4 سنوات. عادت العائلة التي يتابعها أكثر من 1,900,000 شخص إلى ولاية هاواي للاستقرار، لكنهم وعدوا متابعيهم بالاستمرار في السفر بين الحين والآخر. حب ما تعمل حتى تعمل ما تحب، مقولة قديمة لم تثبت فعاليتها، فهي تعني الرضا بالوضع الحالي والاستسلام له، وكانت سبباً في تأخر الكثير من التحرك الإيجابي في رحلة الحياة. فهل تراه عيباً في المقولة أم عيباً في فهمنا لها؟ محمد الزمزمي، إرم نيوز.